إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في هذا الكتاب المبارك شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والذي ذكر فيه مسائل كثيرة تتعلق بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. والصفة التي نناقشها الليلة في هذا الكتاب هي صفة النزول لله عز وجل، فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ذكر العلماء بأنه متواتر، ولذلك لا مجال لإنكاره البتة، فإن الذي ينكر المتواترات فهو يكذب بالسنة. ولكن حصل خبط في ما يتعلق بمعناه، وذلك لأن أهل البدع قديما راجت عندهم شبه كثيرة، ولذلك هم لا يعتمدون على مجرد الأحاديث وإن بلغت حد التواتر، وإنما يعرضون ما يمر عليهم على عقولهم، فإن صدقت به عقولهم كما يزعمون صدقوه، وإن لم تصدق به فإنهم يؤولونه، ولهذا تجدهم يجعلون إذا جاء الحديث أن الله ينزل قالوا: ينزل ملائكة، يرسل ملائكة، تنزل رحمته، ينزل أمره، ونحو ذلك. وهذا كله فراراً بزعمهم من أن هذا يلزم منه التشبيه، وليس كذلك، فإن التشبيه هو أن تقول نزول كنزول المخلوق، أما إذا لم تقل ذلك فليس فيه تشبيه. ولذلك هذا الفهم الذي فهموه غلط،
وإلا فإن الله لا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله عز وجل قد وصف نفسه بصفات كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وهي على حقيقتها وعلى ما يفهمه السامع منها، لكن لا بد أن يعتقد السامع أنها لا تشبه صفات المخلوقين، لا بد أن يعتقد السامع، لأن الله ليس كمثله شيء. فيقول كيف؟ طيب إذا لم، هنا السؤال عن الكيف غلط. الكيف لا نعلمه، لكن نعرف المعاني. فإن الإنسان عندما يسأل الله ويقول، يسأله أنه غفور رحيم، يعرف معنى غفور ويعني رحيم. لما يرد أن الله شديد العقاب، يعرف أن شديد العقاب ليس أرحم الراحمين. المعاني تختلف. إذن الذي قرأ القرآن وسمع الأحاديث فهم معاني تختلف. هم ينكرون هذا المعنى تماما، يقولون ما في معنى، لأنك إذا ثبت في ذهنك معنى فإنك قد شبهت، وهذا لا شك غلط. وكيف الناس يتدبرون كتاب الله عز وجل؟ كيف؟ وما الفائدة من كتاب الله إذا كان يقرؤون شيئا لا يدركون له معاني إطلاقا؟ فإن فيه معاني تحدث التعظيم في النفس، تحدث الخشية في النفس، تحدث الخوف في النفس، تحدث الرجاء في النفس، فيه معاني. لكن إذا أتيت تريد أن تشبه فهذا التشبيه ممنوع تماما. فوجهه ليس كوجوه المخلوقين، بصره ليس كبصر المخلوقين، قدمه ليس كقدم المخلوقين، يده ليست كأيدي المخلوقين، كل صفة له ليست كالصفة الموجودة من حيث المشابهة، لكن من حيث المعنى نعم. وإلا كيف يفهمون الناس؟ لا بد أن يكون عندك معنى تعظم الله عز وجل به. فهنا شيخ الإسلام يعالج هذه القضية في كثير من كتبه، في العقيدة الواسطية وفي العقيدة التدمرية، في هذه الفتوى الحموية، وينقل كلام أهل العلم. ومر معنا أنه هنا ينقل عن عالم كبير في ما وراء النهر، عالم له مؤلف يتعلق بالتوحيد، وهذا العالم نقل الإجماع. وما معنى الإجماع؟ إجماع أهل السنة والجماعة، لأن الفرق المخالفة المبتدعة لا يعتد بها في الإجماع فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فإن الإجماع إجماعان، إجماع يجمع كل المسلمين، كل المسلمين يجمعون عليه، والذي لا يجمع عليه فليس من المسلمين أصلا، لا يدخل في الإجماع. مثل إن الله موجود، هذا كل المسلمين مجمعين عليه، والذي ينكر وجود الله عز وجل ليس من المسلمين. فأحيانا تقول أجمع المسلمون، وأحيانا تقول أجمع أهل السنة والجماعة. فأما أهل السنة والجماعة فهذا يخرج من إجماعهم الرافضة والخوارج والجهمية وكل الذين انحرفوا في فهم الكتاب والسنة، ولا يعتد بهم في الإجماع
وإنما الإجماع هو ما نقله المحدثون وذكره ونقلوا الإجماعات، ومنها هذا الكتاب، كتاب ابن خفيف، وهو من العلماء الكبار من وراء النهر، فهو نقل هذه الإجماعات وذكر ما يتعلق بالنزول الإلهي في ثلث الليل الأخير. ولهذا قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل فأعطيه؟ والحديث له رواية أخرى: فيبسط يديه، مثنى، يعني الحديث جاء فيبسط يده وجاء يبسط يديه. ولا شك أن الله من صفاته أن له يد تليق بجلاله وعظمته، وأن له يدين، لكن وجاء أن له أصابع، لكن وجاء أن له قدم، وجاء أن له رجلين، لكن إياك أن تظن أنها مثل يد المخلوق. فإذا كان الله عز وجل ليس كالمخلوقين فإن صفاته ليس كالمخلوقين. ولهذا قال الشارح هنا: حديث النزول في كل ليلة سبق ذكره أنه متواتر ويكفر منكره الذي ينكره فإنه يكفر بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه، يعني قد ما يكون ما سمع الحديث ولا درى عن الحديث فيقام الحجة عليه ويبين أنه حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أنكره بعد إقامة الحجة عليه فإنه يكفر في الحديث المتواتر. وفرق بين من أنكر أن يحصل هذا وبين من أوله، فإن التأويل له باب آخر، وهو أيضا تأويل مردود لإجماع أهل السنة على خلافه. قال ابن حامد: ويكفر نحو، يعني المنكر للإسراء والنزول ونحوه من الصفات. وهذا ابن حامد صاحب كتاب الفروع، فهذا نص عليه في كتاب الفروع وفي الإنصاف في كتاب المرداوي، فإنه ذكر أن هذا متواتر وأنه يكفر منكره، ينكر الذي ينكر المتواتر. قال: لأنه جحدها وهي متواترة. وقوله يبسط يده هذه زيادة ثابتة في حديث النزول الذي رواه أبو هريرة، زاد بعض الرواة ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. من يقرض، يعني من يقرض الله قرضا حسنا، ويقرض الله وهو غير عدوم ولا ظلوم. وهذه الرواية رواها الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أحمد وغيره بالإفراد، يعني يبسط يده. وأما الرواية السابقة فيبسط يديه.
وقوله وليلة النصف من شعبان، يعني أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير. يعني هنا المؤلف ذكر مواطن النزول كليلة النصف من شعبان وكعشية يوم عرفة وكثلث الليل الأخير، فإنه يذكرها لوجود الأدلة عليها. وليلة النصف من شعبان جاء ذلك في أحاديث جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، أصحها حديث عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني خرج من غرفتها ففقدته، فذهبت تلتمسه تبحث عنه، أين ذهب؟ قالت: فخرجت فإذا هو بالبقيع، يعني ذهب إلى البقيع لأنه جاءه وحي اذهب إليهم فاستغفر لهم، اذهب إلى أهل البقيع. قالت: فقلت يا رسول الله، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني يميل، لأنها ظنت أنه خرج إلى بعض نسائه وهو في ليلتها، فيقول يعني كيف تظنين هذا أن الله أن رسول الله يقع في الحيف. فقالت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، كلب قبيلة معروفة ومعروفة بكثرة الأغنام، ويغفر لخلق من خلق الله أكثر من شعر غنم كلب. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند، ورواه الترمذي، ورواه ابن ماجه. وقال أحمد بن الحسين ابن حسان: قيل لأبي عبد الله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ قال: نعم. قيل له، والمراد بأبي عبد الله أحمد بن حنبل، قيل له: وفي شعبان كما جاء في الأثر؟ قال: نعم. وهذا ذكره في كتاب إبطال التأويلات. وسئل ابن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال: يا ضعيف، ليلة النصف من شعبان وحدها ينزل في كل ليلة، يعني ليش أنت ليش ركزت على ليلة النصف من شعبان؟ هو ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله وعشية عرفة، يعني عشية عرفة ما هو في الليل، ينزل على الحجاج وهم في الموقف إلى سماء الدنيا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة
فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم، وجاء الحديث بلفظ النزول في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. شعثا غبرا، لأنهم المسافر الذي يسافر في ذلك الزمن من بلاد بعيدة وغيرها فإنه يكون عليه شعث وعليه غبار، ضاحين يعني محرمين مقشوع رؤوسهم. من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا الحديث رواه البزار في مسنده، وخزيمة وابن خزيمة في صحيحه، وابن بطة في الإبانة الكبرى، وابن مندة في التوحيد، واللالكائي هذا فيما يتعلق بصفة النزول، صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين، والله عز وجل يفعل ما يشاء. ولا ينبغي أن ترد الاعتراضات لما يأتي صفة النزول أو غيره، على الإنسان التسليم والإيمان بذلك وتعظيم الله عز وجل بهذه الصفات وعدم الإنكار أو الاعتراض، مع نفي المماثلة، ليس كمثله شيء. ثم ذكر إثبات صفة الخلة، الخلة وهي أعظم من المحبة، وهي غير الفقر، لا كما يقوله أهل البدع، يعني يفسرون الخلة حتى يهربون من إثبات الصفة، يقولون أنه خليل الرحمن يعني مفتقر إلى الرحمن، مفتقر إلى الرحمن. ولا شك أن العبيد فقراء إلى الله عز وجل، لكن ليس هذا معنى الخلة، ليس معنى الخلة، الخلة أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد خليلا، والخلة صفة أعظم من المحبة، فهي في لغة العرب الخليل الذي المحبة وصلت إلى شغاف قلبه، الخليل من وصلت المحبة إلى شغاف قلبه، لكنها فيما يتعلق بهذين النبيين الكريمين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد اتخذهما خليلين له. قال: وهي من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهنا لم يقل إجماع المسلمين، لأن أهل البدع ما يؤمنون بهذا، قال: وإجماع أهل السنة. وصفة الخلة بضم الخاء خلة، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا،
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن صاحبكم خليل الله. وهذه الرواية في صحيح مسلم. وبعض الناس لم تبلغه أحاديث اتخاذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، فجعل المحبة أعلى من الخلة، قال المحبة أعظم من الخلة، وليس كذلك. يعني الأحاديث واضح أن الخلة أعلى من المحبة، والخلة أعلى من المحبة. وقد ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبتت للخليل، وهي خاصة بهما عليهم الصلاة والسلام. وهنا ذكر هو شاهد من أهل اللغة، قال: ثعلب إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته. هذا يفسر باللغة، يعني لما يقال هذا خليل، يعني لما، وهو لفظ شائع عند العرب، إذا زادت المحبة يسميه خليل. طبعا هنا استنبط ابن القيم استنباط اجتهد من عنده وفسر لماذا أمر إبراهيم بذبح ابنه، وهذا استنباط منه، ما في نص أنه أمر لأجل ذلك، لكنه قال ابن القيم: وهذا هو السر الذي لأجله، والله أعلم. وأحسن فيما قال، يعني هذا استنباط منه، ولذلك رد العلم إلى الله. قال: وهذا هو السر الذي لأجله، والله أعلم، أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده، لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه، يعني محبة الولد أخذت حيز من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشراكة، لا يقبل أن يشارك فيه أحد، لا يقبل الشراكة والقسمة. فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه استسلم وأخذ السكين وأطاع أمر ربه وتغلب على شهوته، عند ذلك ذهب المزاحم. قال: فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبقى في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم. هذا ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، وهو على كل حال استنباط منه، وله وجه ظاهر
فإنه أراد أن يتمحض قلبه لما أمره بذبح ابنه، وهو اختبار لا شك، اختبار عظيم، ولا كل أحد يجرؤ عليه إلا الأنبياء، لأن الأنبياء الرؤيا عندهم وحي، فهو ما شك لم يشك أنه وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فلما جاءه الوحي لا بد أن ينفذ، فنفذ عليه الصلاة والسلام الوحي الذي أوحاه الله إليه، ونحن استفدنا من هذا، من هذه القصة قضية الأضاحي، فإنه لما فداه بذبح عظيم صارت سنة بعد ذلك أن المسلمين يضحون ويتذكرون الكبش الكبير الذي ضحى به إبراهيم لما استجاب للأمر، وتبقى هذه السنة عند المسلمين، يتذكرون هذا الموقف العظيم وهو التجرد لله عز وجل وطاعة أوامره إلى يوم القيامة، ما بقي هذا الدين. وخلة الرب تعالى صفة تليق بجلاله وعظمته، ليست كمثل خلة المخلوق، ولا يعلم الخلق كيفيتها، يعني هذه الصفة لله عز وجل لا نعلم كيفيتها ولا نكيفها، لكنها منزلة عالية فوق المحبة. وقد أنكر الجهمية صفة الخلة بحجة أن الخلة هي الفقر، قالوا ما في صفة كذا، وإنما هو الافتقار إلى الله، قالوا هذا تحريف للنصوص، ولو كان المراد الخلة بالفقر لم يكن للخليلين عليهما الصلاة والسلام خصوصية، فكل المخلوقات حتى الفجرة فقراء إلى الله، كل الخلق هم فقراء إلى الله عز وجل، لكن هذه الخليلين هذه خاصة مزية، ما هو أنهم فقراء إلى الله. والخلة التي بمعنى الفقر تكون بفتح الخاء. قال: وأول من أنكر اتصاف الرب تعالى بالخلة هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، وهو سبب تضحية خالد القسري به في يوم عيد الأضحى، يعني الوالي الذي كان في ذلك الزمن جيء بالجعد بن درهم الذي جاء بهذه البدعة وغيرها، فإنه أنكر أن يكون الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن يكون الله كلم موسى، ولذلك لما جاء به إلى مصلى العيد حتى يشهد الناس عقوبته، فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، يعني سوف أذبحه، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهذا يدل على أن من حرف كتاب الله عز وجل وأنكر الواضحات البينات فإنه يقتل حماية للدين، حماية للدين من أن يعبث به العابثون. وهذا الشيطان المسمى بالجعد بن درهم فله أتباع كثر،
الآن الذين ينكرون أن الله يتكلم حقيقة هم أتباع لهذا، والذين ينكرون صفة الخلة هم أتباع لهذا، لكن لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. ولذلك مما ينبغي أن يحرص عليه ولاة أمور المسلمين حماية الدين من عبث العابثين، حماية الدين. الآن مع الحرية المعاصرة الغربية فيه أشخاص يقولون ما يحلو لهم وينكرون الواضحات ويكذبون على دين الله عز وجل، مستغلين أن الكفار يحمون حرية الردة، يقولون للإنسان أن يغير معتقده كما يغير ثوبه فيصبح يهودي ويمسي نصراني وينكر وجود الله تماما ولا يقام عليه سيف الحق. ولذلك وجدت الأحزاب الشيوعية بهذا الاسم، الحزب الشيوعي، تجدون اسم الحزب الشيوعي، وفيه من بعض أبناء المسلمين. ومن أشهر شيء عند الحزب الشيوعي أن ينكر وجود الله عز وجل، وأن يصف الدين بأنه خرافة، وأن ينكر نبوة الأنبياء، ومستغلين هذه الحرية المنحرفة التي ليس لها ضوابط. الحرية الموجودة الآن الغربية ليس لها ضوابط أبدا، إلا أن يطعن في دينهم المنحرف، فإذا طعن في دينهم قالوا له أنت تدعو للكراهية، فهم يجرمونه، أنت تدعو للكراهية، كيف ما يدعو، كيف الذي لا يكره الملحد ولا يكره الشيوعي ولا يكره الذي يدعو إلى طريقة قوم لوط، كيف الذي ما أكرهه، كيف تجرم من يدعو إلى كراهية هذا الجنس؟ فلا يغركم هذا الغثاء الذي ينشرونه ويسمونه حرية، فإنها لا تقيم قدراً للمؤسسات ولا للثوابت، ثوابت المسلمين. ثم ناقش قضية ثانية وأطال النقاش فيها، وهي عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة عرج به إلى السماء، وعرج به إلى بيت المقدس، وهناك فوق السماوات رأى من آيات الله الكبرى. فقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأن هذا خاص برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعضهم اختص محمد بالرؤية، يعني رؤية الله فوق السماوات ليلة المعراج. فأما الإسراء فهو ثابت بنص القرآن كما تعلمون، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى عرج به وصعد إلى السماء. وبعضهم
قال أنه رآه بفؤاده وليس بعيني رأسه. ولذلك ملخص ما ذكره عن العلماء ثلاثة أقوال، فبعضهم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وليس بعيني رأسه، وبعضهم قال رآه بعيني رأسه، وبعضهم قال نتوقف الأمر لأن الأدلة محتملة. إذن هي ثلاثة أقوال. ولذلك أطالنا الكلام هنا فيها وذكر ما جاء من الآثار والأحاديث، فقال من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة خلافا كثيرا بعد الاتفاق أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما ذكر لغيره من الأنبياء، وأنه لا يرى أحد ربه في الدنيا، لا نبي ولا غيره في الدنيا، لا أحد يرى ربه للأحاديث الصحيحة والكثيرة. قال والمراد الرؤيا أثناء المعراج وكانت في السماء، أما في الأرض فاتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، يعني في الدنيا في الأرض لا هو ولا غيره من الأنبياء ما أحد رأى ربه. ولهذا لما سأل موسى أن يرى ربه لم يمكن من ذلك ولم يجب إلى طلبه، ولا تطيق حواسه أن يرى ربه في الدنيا كما سوف يأتي ما قيل لموسى في بعض الإسرائيليات، لكن رآه في المنام. في المنام ممكن أن يرى الإنسان ربه، يقال هذا ربك، ممكن أن يرى في المنام، لأنه ليس الرؤية في المنام رؤية الحواس، رؤية العين، وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، يعني ليس رؤية المنام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أي إنسان قد يرى أنه رأى ربه وقيل له هذا ربك أو نحو ذلك من الرؤى، لكنه في المنام. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، لكن ولذلك إبراهيم لما رأى أنه يقتل ابنه قد حاول قتل ابنه امتثل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في المنام. ولذلك قال هنا فمن أهل العلم من أهل السنة من أثبت هذه الرؤية والأحاديث والآثار، فمن أهل العلم ومنهم من توقف لوجود احتمالات في الأدلة، والإنسان إذا لم يترجح له شيء فإنه يتوقف، ومنهم من نفاها، منهم قال لا ما حصلت الرؤية للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ونفاها أيضا لأحاديث. ولهذا يقول شيخ الإسلام وأكثر العلماء أو أكثر علماء السنة يقولون أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج، أكثر علماء السنة يقولون إن محمدا رأى ربه ليلة المعراج، وهذا ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث.
لكنه أيضا كلامه ليس صريح، لأن فيه ويأتي كلام له آخر غير هذا الكلام، لأنه فيه أنه رآه بفؤاده وليس بعيني رأسه. فلا يقال إن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إثبات الرؤية بعيني رأسه لما يأتي من الأحاديث. وقال الذهبي: ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا من نفاها. الذهبي تعرفون مكانته في العلم، وهو يقول لا نعنف، يعني هذه المسألة قابلة للخلاف، فلا نعنف من أثبتها ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم. قال: بلى نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة. ها، من قال أنه لا نرى ربنا في الآخرة، هذا الذي يبدعه أهل السنة، لأنها ثابتة للمؤمنين، يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. فإذا نفى، فالذي ينفي الرؤية في الآخرة فهذا يبدع ويعنف، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. إذ رؤية الله في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. اتفقت الأمة، وهذا إجماع، لا يراه أحد في الدنيا، يعني الذي يقولون نحن، بعضهم يقول رأيت ربي وجاءني ربي وكلمني ربي، هذا كلام هراء. إجماع أنه لم يره أحد في الدنيا. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم، يقصد ليلة المعراج. قال: والصحيح ثبوت الرؤية له صلى الله عليه وسلم لصراحة الآثار. هذا لا غير، هذا كلام الشارح، الأخ الذي شرح هذا الكتاب، يعني هو ذهب إلى أنه يرجح ذلك. الأخ الدكتور عبد القادر الغامدي قال: وثبوت الرؤية له صلى الله عليه وسلم لصراحة الآثار في ذلك التي لها حكم الرفع، ولأن المثبت عنده زيادة علم فهو مقدم على النافي، ولأن النافي كلامه محتمل، ويمكن الجمع بين تلك وبين كلام المثبت. ومن أثبت الرؤيا اختلفوا على أقوال، فمنهم من قال رآه بعيني رأسه، ومنهم من قال بفؤاده لا بعينيه، ومنهم من يقول رآه ولا يقيد، لا يقول لا بفؤاده ولا، ولذلك بعضهم يحمل المطلق على المقيد. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل يقال رآه بعيني رأسه أو بعيني قلبه، أو يقال رآه ولا يقيد، على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عند الإمام أحمد. وهذه الروايات ذكرها شيخ الإسلام في كتابه جامع المسائل والرسائل، جامع المسائل لابن تيمية. ومن الآثار التي تثبت الرؤيا ما روى مسلم عن ابن عباس قال:
ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. إذن هذا محمول على الرؤية بالفؤاد. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا رواه النسائي في الكبرى. فابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه إثبات الرؤيا، ولحديثه حكم الرفع، فهو مما لا يقال بالرأي، ولكن هو مرة قال بفؤاده ومرة أطلق، فيحمل المطلق على المقيد، ولم يثبت عنه ولا عن غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنها بالعين، يعني كلام عام يحتمل. ومن نفى الرؤيا احتج بما في صحيح مسلم عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. يقول أنا سألته الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا. وفي رواية عن أبي ذر قال سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أراه وحجابه النور. فهذه واضحة، يعني إذن هذا المنسوب لابن عباس مفسر في حديث أبي ذر. ومن أهل العلم من يقول يحتج بهذا على إثبات الرؤية لا على نفيها، وروى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني ما هو صحيح كلام. قال مسروق وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، يعني يريد أن يناقشها، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل، يعني أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين هو جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. قال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، يعني له 600 جناح جبريل على صورته التي خلق الله عليها، خلق عظيم جدا، له 600 جناح يسد عظم خلقه الأفق. قال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني تحتج بهذه الآية أن الأبصار لا تدرك الله عز وجل
لا تدركه الأبصار، وهو هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الإدراك غير الرؤية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أو لم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. وهذه أصرح، هذه الآية أصرح، لأنه لو رآه وكلمه، لأنه ذيك مقيدة ما يمكن أن يراه إلا من وراء حجاب. قال النووي: عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤيا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها حديث لذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات. فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار فجوابه ظاهر، لأن الرؤيا غير الاستدراك، لأن الإدراك هو للإحاطة، والله تعالى لا يحاط به. وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة. وأما احتجاجها رضي الله عنها بقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالجواب عنه من أوجه، وذكرها، لكن هنا ما أورد هذه الأوجه، ذكر هذه الأوجه إلا فيما يأتي. سجل عندك يا عادل، هذا ارجع إلى شرح النووي على صحيح مسلم، شرح النووي على صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 5، سجلها عندك. ما هذه الأوجه التي ذكرها النووي؟ وقال شيخ الإسلام: وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سألته عن ذلك. وهذا ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قلت: الظاهر أن أم المؤمنين إنما نفت رؤية العين لا رؤية القلب، وهذا مفهوم من استدلالها بالآيتين، فهي تنفي رؤية العين، ولا تخالف ولا مخالف لها من الصحابة، فهي تنفي رؤية العين ولا مخالف لها من الصحابة، فيكون كلامها حجة. قال ابن كثير: قال بعضهم رآه بفؤاده مرتين. قاله ابن عباس. نكمله إن شاء الله في الدرس.